ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الثور ليوم الاثنين 9 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 20 ابريل ل 30 ابريل. انت النهاردة عندك مصدر الهام يعتبر كبير جدا جدا، فحاول انك تبقى بتستفيد من الموضوع ده لاقصى درجة، خاصة من جميع الفرص اللي بتبقى بتظهر ليك علشان تدخل فيها روح تبقى جديدة ليك ولافكارك ولخططك كلها. هتتكلم اكتر مع كل اصدقائك وكل زملائك، وهتغير نظرتك الخارجية لكل الامور اللي بتحصل دي. هيكون النهاردة اليوم ده مفيد بشكل كبير، هيكون منفتح اكتر على تجارب كتيرة وعلى افكار جديدة ممكن تبقى بتتقدم فيها وبتتقدم ليك بشكل كبير. علشان كده ما تنقطش بعيدا عن مسارك الاصلي اللي بيعتبر في الفترة دي، لازم تبقى صادق اكتر مع نفسك علشان تعرف تستمر في الطريق ده. توقعات العشرية التانية مواليد 1 مايو ل 10 مايو. التوسع دايما هيبقى في افاقك بشكل كبير، خاصة في الوقت الحالي بيبدو ان طريقك للنجاح هيبقى مسدود. على الرغم من انك كنت في الطريق السليم طول الفترة اللي فاتت وكنت بتحرز من خلاله تقدم كبير بانك تتبع طريقتك السابقة دي، اما في الوقت ده هتلاقي النهاردة عقبات كتيرة بتبتدي تظهر في طريقك وهتبقى واضحة جدا جدا. من الضروري بس انك تعيد تقييم كل المواقف اللي بتظهر دي وتنظر لي الاحتمالات اللي بتبتدي تظهر والجديدة حاليك. هتحاول انك تغير مدخلك اكتر للامور دي علشان تعرف تركز بيها بعد كده على المهمات اللي بتعتبر أساسية عندك، خاصة لما بتبقى بتقترب أكتر من أهدافك في الفترة دي. توقعات العشرية الثالثة مواليد 11 مايو ل 20 مايو. انت النهاردة ممكن تبقى بتوصل لخط النهاية، خاصة لو كنت بتشتغل بكل جد ومن مدة طويلة جدا جدا علشان توصل من خلالها لنتائج كبيرة في مشروع بالنسبة ليك مهم. ممكن يكون الوقت ده مناسب جدا علشان تحقق تقدم قدامك هيظهر، الا انه ممكن تكون حابب انك تقوم بتخصيص مواردك اكتر بكفاءة اكتر وتحاول انك تتأكد انك مش هتبقى مهمل في الفترة دي ولا حتى هتجرفك مشاعرك للنجاح. هتقبل المساعدة أكتر والنصيحة أكتر من كل الأشخاص اللي حواليك، ولأنهم ممكن يكونوا حابين يوصلوا لك لأهدافك أكتر. علشان كده لازم انه يكون في نتائج كتيرة بتبتدي تحصل هتخليك تشك اكتر في قدراتك وعلى انك قادر انك تكون اهم من اللي انت تخيلته في يوم.